من عمر سنين في الخوف مش هكون إنسان عادي أنا هتحدى أي ظروف أنا مش هخاف المرة دي من عمر سنين في الخوف مش هكون إنسان عادي أنا هتحدى أي ظروف هوصلك حتى لو إني ممكن أموت هوصلك ولازم تحسي باللي حبك موت هوصلك حتى لو عارف إني ممكن أموت هوصلك ولازم تحسي باللي حبك موت ولو إيديك ما لمستش إيديا كفاية عليا أموت وأنا شايف لهفتك عليا